السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وحضراتكم طيبين. هنعمل بقى النهارده مع بعض الحمص والترمس اللي انتوا شايفينه اللذيذ ده، وهنعمل كمان المقرمشات جميله جدا والاولاد هتحبها قوي. تسالي العيد بقى. كل سنه وحضراتكم طيبين. يلا بينا بقى على الطريقه. اول حاجه جبت الترمس ونقيته كويس جدا، وبرده عملت كده في الحمص، يعني نقيته برده كويس جدا. انا هشتغل في الحمص الصغير ده وهنقعهم بقى لمده 12 ساعه، يعني من بالليل للصبح تقريبا. هنقعهم بقى في ميه من الحنفيه عاديه خالص، لو عايزاها تسرع معاكي وتشتغلي فيها على طول ممكن تنقعيهم في ميه سخنه 6 ساعات وتشتغلي فيها على طول، مفيش اي مشكله. كده بقى بعد ما تنقعوا معايا خالص، شايفين بقى بقى عاملين ازاي؟ خدتهم بقى انا تحت الحنفيه كده وغسلتهم كويس جدا لحد ما الميه بتاعتهم تبقى معايا بالشكل ده، شفافه خالص اهي. رفعتهم بقى على النار وحطيت طبعا ميه، وهحط عليها معلقه بس صغيره من السكر، دي بقى بتساعد على التسويه بتاعته على طول. هو كده كده ما شاء الله يستوي معانا على طول لان احنا ناقعينه فتره كويسه. واقلبهم بقى كويس جدا كده، السكر يدوب بس مع الحمص والميه، وبرده هنا نفس الكلام. واول بقى ما يغلوا معايا خالص هوطي عليهم النار. كده غليوا معايا خالص اهو، هاخد بقى الريم طبعا اللي بيطلع ده كله لازم يتشال هنا برده، وهنا هشيل برده الريم ده كله. كده تمام معايا، هغطيه بقى واوطي النار عليه خالص، هسيبه بقى كده نص ساعه بالظبط، هو كده كده هيستوي معانا على طول. كده بقى انا طفيت عليهم النار واستووا بقوا زي الفل معايا اهو. نشوف برده واحده مع بعض، شايفين بقى عامله ازاي؟ تضغطي بس عليها كده اهو، اهو كده اتهرت معايا خالص، شايفين؟ اهي ما شاء الله استوى وبقى جميل جدا. هاخده بقى اصفيه، وبرده نفس الكلام في الترمس، الترمس برده استوى معايا وبقى زي الفل، شايفين بقى بقى عامل ازاي؟ حلو جدا. هاخدهم بقى صفيهم كده وهنشوفهم برده مع بعض. كده خدتهم صفيتهم معايا، هاخد بقى يعني طبق كده من الحمص عشان نعمله بقى مقرمشات هتبقى جميله جدا، الاولاد هتحبها قوي. اخدت طبق اهو، هو ده بقى اللي هنعمله مقرمشات هيبقى جميل جدا. وانا هنا استخدمت كيلو الا ربع من الحمص واستخدمت كمان نص ترمس. كده اخدت بقى طبق الحمص اللي احنا خدناه اهو وحطيته على مناديل عشان ينشف، وكده نشف معايا خالص، اشيل بقى المناديل كده من عليه. لسه بقى احنا كده ما ملحناهوش ولا عملنا فيه اي حاجه، ما ضفناش عليه اي حاجه، هو يا دوبك سلقناه بس. نعمل بقى ايه تاني؟ هنحط عندي هنا معلقتين من الزيت، وعندي هنا بقى البهار بتاعنا، بهار الفراخ معلقه صغيره، وعندي كمان من البابريكا والملح. هضيف بقى، وممكن انت كمان تضيفي اي منكهات انت عايزاها، يعني ممكن تضيفي بقى توابل كاتشب، ممكن تحطي شطه، يعني حطي اللي يعجبك. واحط بقى عليه الزيت، الزيت ده بقى عشان يمسك على التتبيله ويديله طعم حلو جدا وقرمشه كمان في الفرن. وهقلب بقى كل ده كويس جدا كده، ومولعه الفرن على درجه حراره 200، هياخد بالظبط يعني من نص ساعه كده ال40 دقيقة، مش اكتر من كده. وطول ما هو في الفرن طبعا كل 10 دقايق كده نقلب عشان كله يتحمص مع بعض هيبقى حلو. البابريكا هنا عشان تدينا لون حلو، وطبعا البهار الفراخ بيبقى حلو جدا، انا عاملاه في البيت هبقى اعمله ان شاء الله معاكم. كده تمام معايا، هدخلها بقى الفرن دلوقتي ونشوفها برده مع بعض. نملح بقى الترمس والحمص. عندي هنا لتر من الميه عاديه خالص من الحنفيه، وعندي كمان هنا معلقه كبيره من الملح، وعندي كمان معلقه كبيره من البابريكا عشان تدي لي لون حلو كده ويبقى طعمه حلو، وعندي كمان نص معلقه صغيره من الكمون وربع معلقه من الشطه. عايزه تزودي انت شطه زودي مفيش مشكله. وهقلبهم بقى كويس جدا كده مع بعض. كده تمام معايا، شايفين بقى الميه بقت عامله ازاي؟ لونها جميل جدا. هنزل بقى عليها بالترمس، وهعمل برده كده في الحمص، يعني برده هحط ميه كده وهحط التوابل وهنزل برده بالحمص. كده خلصت كمان الترمس وخلصت كمان الحمص الشام، شايفين بقى جمال ازاي؟ حلوين جدا والميه بتاعتهم تحفه، وتحطيهم بقى كده لمده 4 5 ساعات وتاكلي منهم وبألف هم. ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ خلصنا خلاص الحمص وخلصنا كمان الترمس، وطلع كمان معانا من الفرن بقى مقرمش وجميل جدا والاولاد هتحبه قوي، وطعمه كمان بيبقى لذيذ.
والترمس كمان، وطبعا ما حطيناش ولا ليمون ولا اي حاجه غير وقت التقديم بس الليمون عشان خاطر ما يمررش معانا. اعملوه بقى وجربوه ان شاء الله يعجبكم جدا. ولو عجبكم بقى الفيديو ما تنسونيش في اشتراك ولايك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد باذن الله.